ينتظر مساء اليوم جماهير مهرجان العالمين الحفلة الختامية للدورة الثانية للمهرجان وصعود النجم ويجز خشبة مسرح يو أرينا كي يحيي ليلة الختام بمجموعة من أغانيها التي حققت أكثر من 250 مليون مشاهدة عبر يوتيوب حتى الآن. ويجز كتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وعلق عليه قائلا: آخر حفلة هتسمعوا فيها القديم علشان الجديد على وشك. معانا من العالمين زميلتنا شرمندة الدسوقي مراسلة قناة دي ام سي، هتقول لنا ايه آخر أخبار الاستعدادات للحفلة واليوم الأخير من مهرجان العالمين. اتفضل يا شرمندة. مساء الخير على حضراتكم. جولتنا اليوم من داخل مدينة الإبهار، مدينة السحر والجمال، مدينة العالمين الجديدة. هنكون في مع حضراتكم في آخر هوا في خلال تغطيتنا في الحدث الأقوى والأضخم في مصر والشرق الأوسط، وهو مهرجان العالمين الجديدة 2024 في نسخته الثانية على التوالي تحت شعار العالم عالمين. في الحقيقة كان عندنا عدد كبير جدا من الفعاليات اللي بتحمل رسائل مهمة جدا اللي بيحملها مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، وهي كانت رسائل التنوع لعدد كبير جدا من رواد المهرجان لتلبية كل الفئات العمرية وكل الأذواق اللي كانت موجودة داخل مدينة العالمين، وتحديدا داخل الفعاليات المتنوعة ما بين فعاليات فنية ورياضية وثقافية وترفية، وحتى حفلات الويك اند اللي كانت موجودة معانا على مسرح اليو أرينا، واحد من أهم المسارح اللي بني خصيصا في النسخة الثانية علشان خاطر يستقبل ألمع النجوم سواء من مصر أو من مختلف أنحاء الوطن العربي. صراحة حفل الختام ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن حضور أضخم حفل ختام موجود معانا، هو حفل ختام مهرجان العالمين الجديدة. الصراحة الحفل هيكون فيه عدد كبير جدا من المفاجآت، مش بس وجود نجم الراب ويجز اللي هيكون معانا في واحده من اهم واقوى الحفلات وهو حفله الختام على مسرح اليو ارينا، في حفله كبيره جدا واستقبال شديد جدا، لكن كمان مفاجاه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في حفل الختام ان يكون عندنا حفله ولا اروع اقوى من اي حفله كانت موجوده معانا داخل الفعاليات، وهي حفله في عدد كبير جدا من المناطق وابرز المناطق ومعالم مدينه العالمين الجديده. في البدايه يكون عندنا حفله كبيره جدا داخل المنطقه الترفيهيه والشاطئيه بعدد كبير جدا من العروض الفولكلوريه والثقافيه اللي هتكون معانا من بدايه اليوم. في نفس التوقيت هيكون معانا واحده من اهم الحفلات داخل مسرح الروماني، واحد من اهم المسارح اللي بني خصيصا ايضا علشان خاطر يكون واحد من اهم المعالم اللي بيقوم عليه واحده من اهم الفعاليات الثقافيه والفنيه خلال فتره المهرجان. هيكون معانا واحده من اهم الحفلات اللي هتبقى في فتره داخل منطقه المسرح الروماني. في نفس التوقيت هيكون معانا برده نجم الراب زي ما قلت لحضراتكم ويجز على مسرح اليو ارينا، وفي الحقيقه دي فكره اكتر من رائعه. هنكون مستمتعين جدا ان عندنا حفله في ختام في عدد كبير جدا من المناطق والمعالم الموجوده داخل مدينة العالمين اللي بنستعد لها على قدم وساق خلال ساعات هنكون موجودين فيها مع حضراتكم بنغطيها لآخر مرة في داخل واحدة من أهم المهرجانات الموجودة في مصر والشرق الأوسط. والحقيقة استمتعنا بتغطيتها على مدار شهر ونص، كنا مستمتعين جدا بالطاقة والحماس والإقبال وكل الناس اللي قابلناهم من مختلف أنحاء العالم وتحديدا من مختلف الوطن العربي، سواء اللي كانوا مشاركين خلال الفعاليات من داخل كل المناطق داخل مدينة العالمين أو كل الرواد وساكني مناطق الساحل الشمالي اللي كانوا بيجوا خصيصا عشان خاطر يشاركوا داخل فعاليات مهرجان العالمين الجديد 2024. كمان كان عندنا واحده من اهم ختام الفعاليات اللي كانت موجوده معانا سواء امبارح او اول 27 28 اغسطس وكمان 29 اغسطس، وهي واحده من اهم الفعاليات بالتعاون مع القوات الجويه النصور، القوات الجويه مع القوات الجويه السعوديه اللي كانت بتحلق في سماء مدينه العالمين في فريق الفضيه، وهو صحيح كان حدث ذهبي مع وجود الفريق الفضي داخل سماء العالمين. استمتعنا جدا بالعرض الجوي اللي كان بيحمل عدد كبير جدا من الرسائل الحب والسعاده والطاقه اللي بنختم بيها من سماء العالمين، واحد من اهم المهرجانات على مستوى العالم. كنا مبسوطين جدا ان احنا كنا مع حضراتكم من خلال نافذه شاشه دي ام سي بنعرض فيها لحضراتكم لحظه بلحظه كل الطاقه والحماس والفعاليات اللي كانت موجوده معانا لمدار شهر ونص، وطبعا متحمسين جدا ان احنا نستقبل دوره جديده في نسخه جديده، النسخه الثانيه من المهرجان المتاكدين انها تكون اقوى بكثير من واحده من اهم النسخ اللي كانت موجوده معانا خلال السنه دي. شكرا جزيلا ليكي يا شرمندة.